خلينا نشوف تقرير لبعض المواطنين، ولكن قبل ما نشوف التقرير عايز بس نفكر مشاهدينا بالرقم اللي اطلقته الوزاره، وزاره الموارد المائيه والري، في حاله الرغبه في الابلاغ عن اي حالات تعدي في اي محافظه من محافظات الجمهوريه، وهو رقم هنعرضه حتى على شاشتنا دلوقتي زميلي ماجد، بتمنى ان احنا نذيعه ونكتبه. هو رقم خط ساخن 15116، لو اي حاله تعدي ظهرت خلال الفترة المقبلة أو شفتوها بنفسكم سواء لبنايات أو لتلوث حصل لنهر النيل، اتصلوا بالرقم بلغه علشان يبقى هو ده دور المجتمع. ما فيش دور أكتر من كده للمجتمع، والباقي كله قائم على الحكومة، بالإضافة طبعا للإعلام اللي بيوعي الناس زي ما احنا بنقوم بدورنا من أجل توعية الناس بعدم تلويث نهر النيل. تعالوا بعض نشوف تقرير عن رأي الناس في هذه الحملة، حملة إنقاذ نهر النيل، نشوف الناس قالت إيه ونرجع تاني. عام النيل اسم أطلقته الحكومة المصرية على العام الجديد 2015 لتعلن عن سياسات جديدة تهدف لحماية شريان الحياة في مصر منذ آلاف السنين، والذي تعرض لتعديات تجاوزت 30,000 حالة فقط خلال 3 سنوات. وبحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية وغيرهم من الرموز الوطنية، تم الإعلان عن الميثاق الوطني لحماية نهر النيل من التعديات وفق توقيتات زمنية محددة يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة. كان آخر قانون في مصر سنة 84 لتغليظ العقوبة كانت الغرامة 20 جنيه وما تزيدش عن 300 جنيه، في مجلس الوزراء في ديسمبر 2014 أصبحت من 200 جنيه الحاجة البسيطة قوي قطع شجرة أو حاجة، وما تزيدش عن 50 جنيه والحبس. لم تكن هناك عقوبة حبس، القانون الجديد أدى حبس سنة أو بكلا العقوبتين حسب تقدير القضاء. بناشد الضمير، ضمير المواطن اللي هو تعدى. أنت قدامك فرصة، فرصة كبيرة، زيل التعدي بنفسك وهنكرمك ونشكرك، لانك لو ما زلتوش احنا هنزيله، واحنا فعلا قادرين بامر الله ان احنا نزيله، وهنزيله، بس هنزيله وهيبقى فيه مساءله قانونيه. تتضمن الحمله تحديد اماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الاقمار الصناعيه والصور الجويه على مستوى الوجهين القبلي والبحري، اضافه الى تشكيل لجنه من قطاع حمايه النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحه من أجل إمداد الإدارات على مستوى الجمهورية بجميع المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها. الحقيقة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتبذل جهد كبير جدا، رجال شرطة البيئة والمسطحات عازمون ومصرون على إزالة كافة تعديات نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة وزارة الري، بنتعاون مع وزارة الري في التصدي لكافة أنواع ومظاهر التعدي من ردم وتلويث وإقامة مزارع سمكية بنهر النيل تؤدي إلى تلوثه. حملة جديدة يأمل المصريون أن تكون نهاية عهد إهمال طال النيل سنوات عديدة. مروة عبد العزيز، النهار اليوم. لازم غرامات كتير تدفع، ولازم يكون في حبس أكتر من 6 شهور، لأن كل ده غلط، والمية دي اللي احنا بنشربها يجوا هم يلوثوها، يقعدوا يرموا لنا حيوانات في النيل ويستحموا في النيل ويقعدوا يغسلوا حاجات، واحنا اللي نقعد نتعب وبتاع. كل الحاجات دي، ما كل الحاجات دي بتضرنا احنا في الاخر، وبتضرهم هم، الحيوانات اللي مرميه في النيل، ويقعدوا يرموا كل حاجه في النيل، وناس تفضل واقفين تقف على الكورنيش وعلى الكوبري يقعدوا يرموا حاجات وبتاع. ما كل ده غلط، لازم طبعا يكون في عقوبات جامده قوي عليهم وعلى اللي بيحصل ده. دي حاجه كويسه، خطوه كويسه في مع الحكومه اللي موجوده دلوقتي، بس المفروض ما تبقاش يعني ما يطبقش عقوبات على طول. المفروض الاول يعمل حملات توعيه للناس يفهمهم ايه معنى النيل، لان في ناس كتير الجهل والاميه منتشره في البلد، فانت لما تعمل عقوبات من غير حملات توعيه فانت كده يعني بتضر الناس مش بتفيدهم. فالاول حملات توعيه وبعد كده تعمل عقوبات، اكيد باي طبعا العقوبات تحصل، رمي المخلفات الصناعيه بالذات المصانع، دول اكتر ناس المفروض يعني يتعاقبوا، لان هم دول المفروض ناس فاهمه وبترمي في النيل. وطبعا بقى اللي هي غسل الحيوانات والحاجات المناظر اللي بنشوفها قدام النيل يعني. عشان توعي لازم برضه تفرض عقوبات، لان احنا كطبيعتنا او طبيعه اي مجتمع لازم يكون في حد رادع عشان نقدر نمشي في اطار مظبوط او اطار منظم. لازم طبعا شد العقوبات عشان التلوث اللي بيحصل في مياه النيل، في مياه الشرب، و
وبيحصل ممكن يكون في حد بيتعدى على النيل مثلا بالردم مثلا او بيرمي الكمامه او بيرمي مثلا اللي هي الصرف الصحي، وفي بعض المصانع بترمي على النيل كتيره، فيا ريت يشددوا العقوبه ويبقى في رقابه شديده وفي عقوبات صارمه على الموضوع ده. حضرتك الراي في الموضوع ده اكيد ان هو مهم جدا الدور الحكومه في الحفاظ على النيل، لان حضرتك لو جيت حضرتك نزلت حتى عند قصر النيل هنا لما بيجي حتى احنا كجماهير بننزل حتى نتمشى او ايا كان، حضرتك بتشوف مثلا اقل حاجه مراكب مثلا في النيل الكتيره دي زياده عن اللزوم مثلا، بيقعدوا يرموا مثلا مخلفات كتيره في النيل، حضرتك بصيت مثلا تلاقي حشائش كتيره قوي جوه النيل مرميه، اعشاب كتيره، حاجات نافقه ممكن يرموا، حيوانات موجوده برده فاهم حضرتك، بتبقى نافقه كتير موجوده برده، فدي مشكله برده بالنسبه لنا احنا يعني كشعب اللي نشوف تشوه حتى المكان لينا يعني، حتى لو في سياح اصلا موجودين او حاجه برضه بيتأثر الشكل العام يعني الموجود للشعب. يعني عشان الناس تحد شويه من اللي هم بيعملوه في النيل ده. يعني رمي المصانع، المخلفات بتاعت المصانع، اي حيوانات نافقه بتترمي في النيل. في تجاوزات كتير جدا بتحصل، مفيش اي توعيه خالص على الموضوع ده. يعني مش حاسين بقيمه نهر النيل ده خالص. يعني بنتعامل معاه عادي، موجود اكنه مش موجود عادي يعني. مفيش اي توعيه بتحصل. دي كانت بعض آراء المواطنين بخصوص هذه الحملة، حملة إنقاذ نهر النيل اللي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري مع مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية.